ما حكم الذين يتزاحمون عند الحجر ويتدافعون، كذلك النساء التي يزاحمن الرجال عند الحجر؟ هذا حرام ولا يجوز، المزاحمة مع النساء حرام، حتى لو بين الرجال حرام، لأن فيه ضرر على الضعفاء وعلى المساكين، فكيف بالنساء؟ لا يجوز، ما يرتكب حراما لأجل سنة. استلام الحجر أو تقبيله سنة إذا تمكن، أما إذا ترتب عليه زحام ومشقة فلا يجوز هذا العمل.